السلام عليكم. إيران أقحمت قوات النخبة في الحرس الثوري الإيراني في الحرب الأوكرانية الروسية، وهذا جاء بتقارير متعددة ومتكررة بالعديد من التفاصيل، قادمة أولا وبشكل حصري من الديلي ميرور البريطانية، وبعد ذلك جاءت من النيويورك تايمز الأمريكية. يوم أمس الديلي ميرور البريطانية انفردت تماما بهذه التفاصيل مؤخرا بهذا الشكل لقوات النخبة طبعا، وهي تحدثت وبشكل مختصر وواضح بأن قوات النخبة هذه دخلوا 50 منهم مباشرة إلى شبه جزيرة القرم. طبعا هم قادمين مع عدد من الطائرات المسيرة من نوع شاهد 136 المفخخة الإيرانية، تواجدوا في شبه جزيرة القرم وبعد ذلك في خيرسون وبعد ذلك أيضا في الجهة الشرقية. لم يوضحوا تحديدا أين في الجهة الشرقية، ولكن الواضح أنهم في الأراضي الروسية وكذلك في إقليم دونباس، إذا كان في لوغانسك أو في دانييتسك، والمرشح الأكبر طبعا في لوغانسك، بالتالي هم موجودين على جميع هذه الجبهات. ويجب أن ننتبه بعد الهجمات الأخيرة التي شهدناها على العاصمة الأوكرانية كييف بالطائرات المسيرة من شاهد 136، كانوا قد تحدثوا الأوكرانيين بأن كل الطائرات كانت قادمة من المناطق الجنوبية في إشارة إلى شبه جزيرة القرم وكذلك هذه المناطق التي طبعا تسيطر عليها روسيا بهذا الاتجاه، ومن ضمنها طبعا خيرسون، وبالتالي كل الضربات جاءت بهذا الشكل حتى على مدينة ميكولايف كانت قادمة طبعا من هذه المناطق الجنوبية. بالنسبة لشبه جزيرة القرم كان قد حدد هذا التقرير أين بالضبط تتواجد هذه القوات المهمة جدا، وهي قوات النخبة الإيرانية التي فاجأت الجميع طبعا بتواجدها بهذا الشكل، لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى هذه النقطة. هذه هي شبه جزيرة القرم التي ترونها، ودعونا نقترب من هذه المنطقة التي تعتبر شمالية في شبه جزيرة القرم. هذه هي مدينة جانكوي، وهذا هو المطار تحديدا أو النقطة العسكرية التي يتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني من قوات النخبة بحسب ما نشر من الديلي ميرور البريطانية. بالتالي إذا ما توقفنا هنا على هذا الأساس، فواضح جدا بالنسبة لهذه القوات، قوات النخبة بتواجدها في هذه المنطقة، هي انتقلت بعد ذلك إلى مدينة خيرسون بهذا الاتجاه، وهذه منطقة كما تحدثنا هي تتواجد فيها القوات الروسية تقريبا بهذا الشكل بطبيعة السيطرة التي يمتلكونها على المناطق. وهنالك قتال كبير جدا يجري في خيرسون على العديد من النقاط، وضغط كبير جدا على هذه المدينة من قبل القوات الأوكرانية، سيطروا على عدد من المناطق، بدأوا يمشطون هذه المناطق من نهر الدنيبر، سيطروا على منطقة يطلق عليها دوتشاني وتعدوا منطقة دوتشاني، ويحاولون الوصول لأن تكون هنالك معركة كبيرة قادمة، الجميع يترقب ما الذي سيحدث في هذه المدينة. التفاصيل القادمة من الديلي ميرور البريطانية توضح أن هذه القوات، قوات النخبة تحديدا، ما تعمل عليه هو تدريب الروس على مسألة إطلاق الطائرات المسيرة، لكنها أضافت أيضا تفصيلا مهما بأنهم أيضا يقومون بقيادة الطائرات المسيرة بأنفسهم، ويقومون بشن الهجمات على القوات الأوكرانية، وبأنهم متورطين في الهجمات الأخيرة التي جاءت على ميكولايف، على أوديسا وعلى العاصمة الأوكرانية كييف. والتفصيل الذي جاء على الديلي ميرور نشر بهذا الشكل الذي ترونه. في بعض الهجمات يشتبه في أن الإيرانيين سيطروا على مسار الرحلة وقاموا بالاستهداف بواسطة طائرة شاهد 136، ولكن هي أيضا كشفت عن طريق مصادر أوكرانية بأن الأوكرانيين تمكنوا من قتل فريق كامل من هذه المجموعة التي دخلت تحديدا إلى شبه جزيرة القرم وإلى خيرسون، وجاءت التفاصيل أيضا بهذا الشكل. قالوا تمركزوا في جانكوي في شبه جزيرة القرم وخيرسون في الجنوب، حيث تم تدمير فريق واحد من الحرس الثوري الإيراني بالفعل، وأضافوا أصيب فريق واحد على الأقل من فرق التدريب الإيرانية مؤخرا، ويتم تعقبهم بشكل نشط. وهذه طبعا تفاصيل كبيرة تأتي عن مسألة دخول قوات النخبة الإيرانية، والتي طبعا كما تحدثنا تأكدت من قبل النيويورك تايمز الأمريكية يوم أمس، وهي جاءت بتفاصيل أكثر ومعمقة عن طبيعة كيف دخلت قوات النخبة في الحرس الثوري المختصة في استخدام الطائرات المسيرة إلى الداخل الروسي، وبدأت تشترك في هذه العمليات على مستوى التدريب أو على مستوى قيادة هذه الطائرات المسيرة كما تحدثت الديلي ميرور. هذه
طبعا المسألة تحدثوا بأن الروس في بادئ الأمر قد ذهبوا إلى إيران للتدرب على طائرات المسيرة في إشارة إلى هذه الصورة القادمة من الأقمار الصناعية من قبل CNN الأمريكية. تحدث عن هذا الأمر في يوليو الماضي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. نشرت الصورة من الأقمار الصناعية ووضحوا بأن هنالك وفدا روسيا وصل إلى مطار كاشان في إيران. هذا مطار كاشان في إيران، وبأنهم ذهبوا في يونيو وفي يوليو الماضي، وكانت هنالك زيارات متكررة لفريق الروسي بدأ يتدرب على استخدام الطائرات المسيرة. وكما نلاحظ هنا طائرة شاهد 129 الإيرانية القاصفة التي ظهرت فعلا في الأراضي الأوكرانية، وتمكن الأوكرانيين من إسقاط إحدى هذه الطائرات والتحقق منها، وبالتالي هم كانوا يتدربون هنا، ولكن واجهتهم عدد من المشاكل بحسب التفاصيل التي نشرتها النيويورك تايمز. طبعا بعد تدريب الإيرانيين للروس تمكنوا من استخدام الطائرات المسيرة في إيران، وبعد ذلك توجهوا إلى روسيا وذهبوا هم وطائراتهم المسيرة من نوعية شاهد 136 وكذلك مهاجر 6 التي نتحدث عنها. فإن هذه طبعا الطائرة التي تلاحظون أن الروس قاموا باستخدام هذه الطائرات المسيرة في أوكرانيا من دون أي مشاكل، ولكن سرعان ما ظهرت المشاكل بالنسبة للروس، بدأوا يرتكبون أخطاء بحسب هذا التقرير، لم يتمكنوا من عملية إصلاح هذه الطائرات عندما تحتاج إلى إصلاحات، لديها احتياجات ميكانيكية وغيرها، وبالتالي دخلت في العطلات، دخلت في الأخطاء البشرية، وهذا ما دفع الإيرانيين بسرعة بالتعاون في هذه المسألة والذهاب إلى روسيا لتدريب القوات الروسية ولاستخدام هذه الطائرات المسيرة الإيرانية. طبعا إيران تنفي تورطها بهذه المسألة، تنفي إرسال أي أسلحة لروسيا للاشتراك في هذه الحرب الأوكرانية، وبالنسبة للكرملين هو لا يعلق على هذه المسألة نهائيا، لا بالنفي ولا كذلك بقبول أو تأكيد هذه الأنباء. ولكن بشكل مثير بالنسبة للأوكرانيين، هم طلبوا من العالم، طلبوا من الأمم المتحدة، طلبوا من الخبراء الغربيين بهذا الشكل الذي ترونه في قبل 48 ساعة بأن يأتوا إلى أوكرانيا وأن يطلعوا على الطائرات المسيرة الإيرانية لكي يتأكدوا بأنها طائرات فعلا مسيرة إيرانية، وهي لم تكن طائرات قد أعادت تصنيعها روسيا أو صنعتها روسيا بأي شكل من الأشكال. وطبعا طلبوا من قناة CNN الأمريكية أن يأتوا ليلقوا نظرة على هذه الطائرة المسيرة التي ترونها وهي مهاجر 6 التي تلاحظونها والتي أسقطوها، وهذه الطائرة طبعا تتطابق تماما مع مهاجر 6 الإيرانية، الشكل تماما متطابق، ليس هنالك اختلاف، الاختلاف فقط في الألوان وفي الأسماء والكتابات والأرقام الموجودة عليها. طلبوا من CNN أن تأتي لأن تلقي نظرة على هذه الطائرة، وفعلا بالنسبة لكلاريسا وورد إحدى المراسلات في CNN أكدت بأنها ذهبت ووصلت هي وفريق CNN إلى هذه الطائرة المسيرة، والتقطت صورة لها بهذا الشكل، وأيضا التقطوا عددا من الصور لهذه الطائرة ووجدوا شيئا مثيرا انتبهت إليه CNN. كما تلاحظون إحدى العبارات التي نشرت هي عبارة تأتي بالجملة الفارسية، باللغة الفارسية حقيقة، وجدوها بهذا الشكل، CNN ركزت عليها في هذه الطائرة تحديدا. إذا ما حاولنا أن نقترب من هذه الجملة ونحاول أن نصل إلى طبيعة الحروف المكتوبة طبعا بهذا الشكل الذي ترونه، طبعا هنا نقطة، وكذلك سنلاحظ بأننا أمام نقطة أخرى بهذا الاتجاه، وأيضا نحن أمام طبعا هذا هو حرف النون، وبعد ذلك يأتي هذا الحرف بهذا الشكل، وكذلك هنا حرف الشين الذي ترونه، وبالتالي نحن أمام حرف الدال بهذا الشكل، وهذه الجملة التي ترونها التقريبية لطبيعة ما ظهر في CNN هي راهي أندي شوت، هذه راهي دانزي شوت، هذه هي حرف الزاي هنا يأتي بهذا الشكل طبعا، وأيضا تأتي الحروف طبعا متقاربة راهي أندازي شوت. بحسب خبراء إيرانيين أكدوا أن هذه الكلمة هي وهذه الجملة هي في اللغة الفارسية تعني بصريح العبارة بأنها جاهزة للإطلاق، أي بما معنى وببساطة بأنها انتقلت من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الإطلاق والانطلاق، وهي موجودة على هذه الطائرة. ووجدت CNN الأمريكية ووجد الخبراء بأن هذا أكبر دليل ودليل قاطع على أن الروس
يستخدمون هذه الطائرات المسيرة الإيرانية، وإنها طائرات مسيرة إيرانية فعلا انتقلت إلى روسيا، غيروا ألوانها، غيروا أسمائها، غيروا كل شيء، إلا أن هنالك عبارات تبدو في داخل الطائرة لا زالت موجودة في اللغة الفارسية التي ترونها بهذا الشكل الذي تلاحظونه. والخارجية الأمريكية أساسا قبل أن نبدأ هذا البرنامج كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن لديهم الأدلة الكافية بأن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية. وطبعا مايك مولوراي وهو أحد المسؤولين السابقين في البنتاغون وكذلك في وكالة المخابرات الأمريكية، نتحدث هنا عن CIA، قال بأن إيران متورطة بشكل عميق في مسألة الحرب الأوكرانية. الآن الأمر لم يعد فيه أي شكوك، بل إن مسألة أيضا ما يزيد الطين بلة هي مسألة التقارير التي ظهرت مؤخرا من الواشنطن بوست التي تحدثت بأن إيران سترسل صواريخا باليستية إلى روسيا لتستخدمها في الداخل الأوكراني. هذا التقرير الذي صدر تأكد من تقرير آخر من قبل رويترز بشكل حصري يوم أمس، وهي تحدثت رويترز عن طبيعة كيف تمت عملية الاتفاق بين إيران وبين روسيا على إرسال الصواريخ البالستية، وهم تحدثوا بشكل واضح بأن كان هنالك وفدا في 6 أكتوبر من هذا الشهر تحديدا، توجه هذا الوفد الإيراني عن طريق محمد مخبر وهو النائب الأول للرئيس الإيراني، توجه إلى موسكو وقام بهذه الاجتماعات. وأكدت رويترز من مسؤولين إيرانيين من دبلوماسيين إيرانيين بأن في هذا الاجتماع وافقت إيران على عملية إرسال الصواريخ البالستية من صواريخ ذو الفقار الإيرانية التي تصل إلى مدى 700 كيلومترا، وكذلك بالنسبة للصواريخ الأخرى وهي صواريخ فاتح 110، وهذا ما ثبتته رويترز عن هذه المسألة. إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة. ما الذي يعنيه كل هذه التفاصيل؟ ما الذي تعنيه؟ نحن أمام إذن طائرات مسيرة موجودة في شبه جزيرة القرم كما تلاحظون، وكذلك في خيرسون، وكذلك التقارير أكدت أن شاهد 136 هي دخلت أيضا إلى بيلاروسيا، وبالتالي أصبح التهديد يأتي من كل مكان. الطائرات تتمتع بقدرات ومديات تصل إلى 2000 كيلومتر. أيضا هنالك تعاون بيلاروسي روسي، وأعلنوا عن قوة مشتركة إقليمية. في نفس الوقت نحن نتحدث عن قوات النخبة الإيرانية المختصة في الطائرات المسيرة قد دخلت إلى هذه المنطقة، إلى خيرسون، إلى الجهة الشرقية. نتحدث عن صواريخ أيضا باليستية سنراها في الداخل الروسي، وقد نراها أيضا على مستوى بيلاروسيا. وكذلك علينا أن لا ننسى مسألة التعبئة الجزئية التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها على وشك أن تنتهي، بل إن هذه التعبئة الجزئية ستتحول الآن بطبيعة الحال إلى تعبئة عامة، وذلك لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن اليوم حالة الحرب على مناطق خيرسون وعلى زاباروجيا وكذلك في لوغانسك وفي دانييتسك، لأن روسيا أعلنت ضم هذه المناطق إلى روسيا. انتهت هذه المسألة واحتفلوا بهذه المسألة، ولكن هذه النقاط وهذه المناطق تتعرض إلى ضغط كبير من قبل الأوكرانيين وترقب كبير لما يحدث. هنالك تراجع روسي كبير في هذه المناطق. على هذا الأساس هو أعلن الحرب، أي بما معنى أنه حولها من العملية العسكرية كما أعلن في بداية هذه الحرب، وحولها إلى الحرب، لأنها مناطق وأراضي روسية كما تحدثنا. بل إن المتحدث باسم الكرملين قبل هذه التصريحات وقبل إعلان الحرب في هذه المناطق من الرئيس بوتين قال بأن هذه المناطق بما أنها أراضي روسية فإنها تقع تحت المظلة النووية، أي بما معنى لروسيا الحق استخدام الأسلحة النووية في هذه المناطق وفي أماكن تواجد القوات الأوكرانية. وهنا يأتي خطر هذه المسألة، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق وأن تحدث عن هذه المسألة وهدد باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية المحدودة القدرة وغيرها. سمعنا الكثير عن هذه التفاصيل، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية في قلق من أمرها، لأن هنالك ترقب ومعلومات وتقارير أمريكية بحسب رويترز أيضا قبل 48 ساعة قالت روسيا بأنها على استعداد وقريبة للغاية من استخدام والقيام بتجربة نووية صاروخية، وهم لم يبلغوا بهذا الأمر. هنالك معاهدة يطلق عليها معاهدة ستارت، من المفترض على روسيا أن تبلغ بأنها ستقوم بتجربة نووية ولكنها لم تبلغ أبدا. الواضح الآن نحن أمام الكثير من العلامات، هذه العلامات وهذه العناصر الواضح أن روسيا تريد أن تستغلها تماما.
في عملية صد القوات الأوكرانية، ردع القوات الأوكرانية، إيقاف التقدم الأوكراني. واضح من الطائرات المسيرة عندما هاجمت كييف وغيرها من المناطق التي ترونها، التي طبعا تسيطر عليها أوكرانيا بالتمام والكمال. هم يحاولون القيام واتباع حقيقة واقعية في الأرض، وأن يحولون الدفاع إلى هجوم، والهجوم هو خير وسيلة للدفاع بالنسبة لروسيا في هذه الحالة. وإذا ما صعدت بيلاروسيا ودخلت بقوة في هذه المعركة مع التحركات العسكرية المريبة التي تأتي في بيلاروسيا، قد يعني تحول الموقف في هذه المعركة، خاصة بأن روسيا على ما يبدو بأنها تأخذ كل هذه التحركات قبل أيام من ترقب لانتخابات مهمة ستجري في الكونغرس الأمريكي. وهذه الانتخابات، صدق أو لا تصدق، ستلعب أدوارا في تغير الموقف، وستضع أوكرانيا تحت المطرقة إذا ما سيطر الحزب الجمهوري على الكونغرس الأمريكي، أو على الأقل على مجلس النواب الأمريكي. هذا جاء بتصريحات مباشرة من زعيم الجمهورين في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي. هذا الرجل قال بصريح العبارة: لن نوقع على شيك بياض نهائيا، لن نقبل بأي مسألة تسليح يطلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل تسليح أوكرانيا للدفاع عن نفسها. ولديه اعتراضات هو والحزب الجمهوري عن هذه المسألة، وقال بالتالي: إذا ما سيطرنا على مجلس النواب سنقوم بإيقاف الكثير من عمليات التسليح التي تذهب لأوكرانيا، لأننا أولى بها، نحن لسنا بلدا لتوزيع الأموال ونفرط بالكثير من الأمور، هنالك الكثير من المشاكل في الداخل الأمريكي. ويجب أن ننتبه أن بحسب الـ 538 حتى هذا اليوم الذي ترونه، أن نسبة وفرص وحظوظ الحزب الجمهوري في الفوز بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي تصل إلى 74% مقابل 26% فقط بالنسبة للحزب الديمقراطي. على هذا الأساس نحن فعلا أمام تحولات قد تكون كبيرة للغاية مع هذه التطورات، وتظل الأسئلة الكبيرة: ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل إعلانهم بأنهم سيذهبون مع بريطانيا وفرنسا في اجتماع مغلق بحسب أحد المسؤولين الذين صرحوا لوكالة رويترز بأنهم سيكونون في اجتماع مغلق في مجلس الأمن الدولي، سيأتي بنتيجة أم أن الأمور ستتغير؟ سأناقش كل هذه التفاصيل مع ضيفنا عبر السكايب من واشنطن، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية الأستاذ توم حرب. أهلا وسهلا بك أستاذ توم. دخول إيران الكبير الآن، طائرات مسيرة، صواريخ باليستية، إثباتات أصبحت واضحة وضوح الشمس على الأقل من تصريحات الخارجية الأمريكية اليوم قبل أن نبدأ هذا البرنامج، بتقديرك سيدي الكريم، ما الذي سيتغير؟ ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية هنا لتغير مجريات ما هو قادم؟